حياتك يا راشد عبران ودروس يا راشد فافهم ونصيحة وضويك شموع ستنير لك الدرب المظلم وصديقك خالد بالنصح يسديك الخير فخذ واغنم صحح أخطاءك صحح أخطاءك صحح أخطاءك صحح أخطاءك صحح أخطاءك وتعلم صحح أخطاءك وتعلم كن أملا لحياة أفضل كن رمزا للجيل المقبل كن أملا لحياة أفضل كن رمزا للجيل المقبل واضرب بالخرق لنا مثلا حسنا يبقى فينا دوما واضرب بالخرق لنا مثلا حسنا يبقى فينا دوما وازرعه بأنفسنا وردا ليفوح شدا في المستقبل وازرعه بأنفسنا وردا ليفوح شدا في المستقبل صحح أخطاءك صحح أخطاءك صحح أخطاءك صحح أخطاءك صحح أخطاءك كي تسلم صحح أخطاءك كي تسلم صحح أخطاءك كي تسلم صحح أخطاءك كي تسلم أنا أفعل عندما أرى فتى طويلا عريضا مثلك يسقط في الأرض كالطفل الذي يحبو. أنت الذي أسقطتني بخشونتك في اللعب ورحت تثبت بي وكأنك عدو لي. لا تفهمه بهذا الشكل يا فتى، إنما شكلك وأنت تسقط أثارني فضحكت. إذن فلتلعب وحدك. ما كان لك أن تسخر منه بهذه الطريقة يا راشد. أمركم عجيب، تتحمسون لبعضكم وتغضبون وكأننا لسنا أصدقاء. وهل الضحك ممنوع في الملعب؟ بل عندما يكون الضحك شماتة وسخرية فإنه يكون مكروها وبذيئا، أليس كذلك يا خالد؟ في الحقيقة نعم. قد صرت منهما يا خالد، وأنا الذي ظننت أنك معي على الخير والشر. أنا معك على الخير والشر فيما لا يضر الناس ويؤذيهم. فلنصالح ثامر كي نكمل اللعب، ولا داعي من السخرية والشماتة مرة أخرى. فإن سقط مرة أخرى ماذا أفعل؟ تأخذ بيده ولا تشمت فيه، فهل هذا أمر صعب؟ بالعكس، هذا أمر سهل، سهل جدا. هيا أيضا. عفوا عفوا يا ثامر، قم لنكمل اللعب ولا تغضب. تقصد قم لنكمل المعركة؟ يا ثامر لم يحصل إلا الخير، فلا تعكر صفو مراحنا بغضبك. أنا لا أفهم سبب تحديك الدائم لي يا راشد في كل مجال، ألسنا أصدقاء؟ طبعا نحن أصدقاء، ولكنني أراك دائما متعاليا متكبرا في كثير من الأحيان. وكيف تراني هكذا؟ إنك دائما تحب أن تفعل الشيء على أكمل وجه، حتى السقطة في الأرض تثير غضبك، في حين أن كل الناس يسقطون ثم يقفون، وماذا في ذلك؟ أنا لست حزينا لأنني سقطت يا صديقي، بل لأنك رحت تشمت بي وكأنك متعمدا إسقاطي. دع هذا الهراء ودعنا نكمل اللعب. وإن فعلتها مرة أخرى؟ تحمل وثق في نفسك قليلا يا فتى. هيا هيا بنا، هيا لنا الآن. راشد أحذرك من الخشونة، ألعب وأنت ساكت يا ولد. ها
تفضل تقول يا راشد. ما هذا الذي فعلته يا راشد؟ ماذا فعلت؟ قد أخطأت وإذ خرجت من البيت اليوم، فأنا أشعر بالتعب وقد أكون مريضا، يجب أن أرحل. انتظر يا ثامر، سأوصلك للبيت. يا مسكين، لا تنسى أن تأخذ الدواء وتشرب الحليب. هذا الذي تفعله يا راشد لا يجوز. وما الذي يجوز يا فتى؟ الجائز أن لا تشمت وتسخر لمرض صديقك. إن كان لا يحافظ على صحته فهو يستحق المرض، هذه معادلة سهلة. هو مريض لأن ذلك مكتوب عليه، فادعو له بالشفاء بدلا من أن تفرح لمرضه. وأنت تعلم أن ثامرا كان دائما ذا صحة عالية وجسد قوي. تحدثني عنه وكأنني أطلب تحديه في المصارعة. ولكن يا خالد يا خالد، دعنا من هذا الحديث، فلقد أصابنا ثامر بالنكد والتكدر، انتهى الأمر. عندما أراك تصم أذنيك عن قول الحق أشعر بالخوف منك. أنا؟ نعم. ولماذا؟ أخشى أن يأتي اليوم الذي تعاملني فيه بنفس هذه المعاملة فتصدمني شر صدمة. دعك من هذه الأوهام ودعنا نذهب إلى البيت. انتقم الله منك يا ثامر إذ أصبتنا بالهم والحزن. أهلا وسهلا، انظر يا خالد ماذا سأفعل بهذا الرجل. وماذا ستفعل؟ ها أنت قد نلت جزاء سرحانك. هل أنت أعمى؟ انتظر يا هلفة الشقي، انتظر لأريك من هو الأعمى. فلنسرع يا خالد. لست أدري لما إصرارك على أن أوصلك إلى بيتك وقد مررنا على بيتي ولم تتركني لأدخله. سرعان ما ستعود إلى بيتك يا خالد، إن هي إلا بضع خطوات. أنت تحب نفسك كما تحب دائما أن تكون لك السيطرة. فعلا فعلا هذا طبعا غريب من طباعي. فما السبب؟ لا أدري، ولكن قد يكون حبي للقيادة. أنت لا توجد فيك أي صفة من صفات القيادة. إنني دائما أحلم بأن أكون مدرسا أو مديرا أو وكيلا. وهذه أيضا لا أظنها، فالمعلم هو أب ثاني لتلاميذه وهو صبور وحليم على تلاميذه. هذه الصفات كلها مطبوعة في نفسي يا خالد. بل أظنها مطبوعة في الكتب التي لا تقرأها. هذه مزحة أم سخرية؟ في الحقيقة لا أدري. لا تدري ها؟ هيا بنا هيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أراك ستخرج يا أبي. طبعا يا بني، ولكن اليوم إجازة في شركتك. اليوم إجازة ولكن أنا لدي بعض الأعمال وهناك صفقة لابد أن أنهيها. أبي، هل عاد وضعك المادي لما عليه في السابق أم ما زلت تمر في أزمة مالية؟ أطمئن يا بني، وضعي سيكون أفضل بإذن الله إن شاء الله. بارك الله في مالك يا أبي. وفيك يا بني، طمني ما هي أخبار المذاكرة؟ سأذهب الآن لأستذكر مادة الكيمياء، فالامتحان في الغد إن شاء الله، وأريد أن أتفوق على ثامر وعبادي. إذن أنت تريد أن تذاكر لكي تتفوق على صديقيك؟ نعم يا أبي، وكم أكون سعيدا إذا تفوقت عليهما. يا بني، التنافس الحقيقي في العلم هو التنافس الشريف، لا أن تفرح لإخفاق أحد صديقيك، فهذا تنافس غير مقبول على الإطلاق. كنت أمزح يا أبي، أمزح. في أمان الله. في أمان الله. ما كنت أود أن يفعل راشد ذلك معي، ولا كنت أود أن يكون هذا شعوره نحن. لقد عهدناه على الصداقة والمودة منذ زمن قريب، وهو يتحول عنها إلى الشماتة والسخرية. شيء محزن. دعك من هذا الآن واهتم بصحتك يا ثامر. إنني مصاب ببعض البرد، ولكنني أحس أن جسمي كله يتحضر. وهل ستذهب للمدرسة في الغد إن شاء الله؟ نعم، ففي الغد امتحان الكيمياء. أراك غير مستعد لها. وما العمل، يجب أن أحضر الامتحان. ما رأيك لو ذاكرناها معا الآن؟
لن تثبت المعلومات في ذهني، وأنا أيضا غير مستعد لها. لماذا؟ لا أخفيك سرا، فأنا لم أراجع المادة بالأمس ولا اليوم. لديك وقت، اذهب واستذكرها، رأك الله. مرحبا بعلم الكيمياء الذي حيرني كثيرا في الماضي. دعنا نتعمق بك وننتصر على كل من يتحدانا. يا ذا المعادلات الصعبة. بسم الله. التهمة ثابتة عليك يا سويلم. الله موجود يا عم الشيخ. أبو سكر؟ أقول أبو عقاب؟ مطلق وخلصت مني. الله يعيننا الحين على ولد عمه دواش. عم سهدي بالله، ولدك وين ودي يروح؟ الخوف لو إنه ولد عمتك من حال. يما! وش هذا؟ افتحها وشوف وش بيه. ليه ما انجتني يا زري؟ لأنك جبان. قم! اذبحننا يا ولد الشيخ قبل لا تذبح ولدي. اذبحننا. العقاب والصقر يوميا السادسة والنصف مساء على قناة ذكريات. الزاوية. إبداع رائع. إذا ما سقط لليمين فليسقط إلى الشمال. شقلبة خلفية بانطلاقة رائعة جدا. مسك الذراعين من الخلف وانطلاقة. المصارعة الحرة الثلاثاء 11 مساء على قناة ذكريات. ملك فارس يقول له: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين. فاسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. واختار الرسول الكريم لحمل هذا الكتاب عبد الله
ابن حذافة السهمي، فدفعه السهمي إلى عظيم البحرين، ووصل الكتاب إلى كسرى فتكبر وعلى، وأرسل إلى باذان عامله على اليمن وقال: ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتيان به. فاختار باذان رجلين ممن عنده وبعثهما بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى. فلما قدما المدينة وقابلا الرسول الكريم قال أحدهما: إن شاهنشاه كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك، وبعثني إليك لتنطلق معي، وقالا قولا تهديديا. فأمرهما النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يقابلاه غدا. ماذا تفعل بهذا الكتاب؟ لا شيء لا شيء، إنه كتاب الكيمياء والحصة الآن في التاريخ، فلماذا تفعل هذا؟ في الحقيقة يا أستاذ لدينا امتحان في الكيمياء في الحصة القادمة. وماذا في ذلك؟ كنت أراجع قبل الامتحان. ليس على حساب حصتي، هيا أخرج من الحصة الآن. ولماذا يا أستاذ؟ لكي تتمكن من المراجعة كما تريد. حسن، أعطني الكتاب. لا، الكتاب سيبقى معي جزاء ما فعلت، هيا أخرج من الحصة الآن. سأكمل لكم الدرس الآن. أهلا أهلا بالنسيب، أهلا بالأخ حسن. شكرا شكرا لك يا أبا راشد. ترى ما هو السر وراء هذه الزيارة المفاجئة؟ لا يوجد سر ولا خلافه، إنما حضرت إليك كي أعتذر عن عدم إمكانية حضورنا إلى منزلكم اليوم كما اتفقنا. وما السبب؟ ظروف ظروف يا أبا راشد، ألمت بأحد معارفنا. خير إن شاء الله، من هو؟ إنه صديقي وزميلي في العمل حسين. حسين؟ أليس هو ذلك الرجل الذي غدر بك وألصق بك تهما في العمل لم تكن فيك؟ نعم إنه هو، وهو الآن تحت التحقيق بتهمة التزوير. شيء غريب، وما وجه الغرابة في ذلك؟ كيف تعيش إلى جوار رجل جعلك في هم وحزن ليال عديدة؟ هل نسيت يا أبا راشد أن المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا؟ وهل هذا مبدأ الأخ حسين؟ هذا لا يهمني يا أبا راشد. كيف لا يهمك؟ بدلا من أن يسعدك خبر اتهامه بما اتهمك به تشفق عليه وكأنه أخ لك. الشماتة ليست من طبعي يا أبا راشد، وأنت تعلم ذلك جيدا. أنا واثق من براءته وسأقف إلى جواره حتى ينتهي من هذا الموقف. إنه رجل كثير الكلام ولكنه يحمل قلبا طيبا. وتدافع عنها أيضا. اذكر الله يا علي واقبل اعتذاري. على العموم إن تمكنت من الحضور فسأحضر لكم بعد أن أنتهي من زيارتي له. خير إن شاء الله خير. ها أنا قد انتهيت من تصحيح كل الإجابات. أحمد، أحسنت يا أحمد، 9/10. سمير، 7/10. ثامر، 3/10. ولد، ما هذا؟ أترانا نجلس في مقهى؟ خالد، 8/10. سعيد، 4/10. راشد، 10/10. أها، لهذا السبب تضحك على من درجاته منخفضة، ولكن حذاري من الغرور ومن الشماتة في زملائك أيضا. حاضر يا أستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت أود أن تحصل على درجة أفضل يا خالد، ولكنك بليد كعهدي بك. دع السخرية جانبا والزم حدود السلوك الحسن مع زملائك.
لماذا تحدثني بهذه اللهجة يا ولد؟ اسمي خالد، ومن اليوم لن تناديني إلا باسمي. عجبا لما أسمع. خالد؟ نعم، هذا هو اسمي الصحيح. ولماذا أنت عصبي يا صديقي؟ تريدني أن أراك تهزع من الناس وتشمت فيهم وأصمت؟ لا، لا وألف لا. ظننتك تحبني وتحب لي الخير. هذا هو السبب الحقيقي لتأنيبي لك. ما دوما تظن نفسك؟ أنت مجرد طالب مثلنا تماما، فإن ذاكرت واجتهدت نجحت، وإن تكاسلت رسبت. وما علمنا بثامر إلا مجرد كبوة سيقوم منها إن شاء الله ليعود نشيطا ذكيا. ولقد كان ثامرا أفضلنا جميعا في العلم والأخلاق، فهل نسيت هذا أم تناسيته؟ كفى، لقد طفح الكيل، ولا ما عد أحتمل منك هذا الكلام السخيف. ما لي أنا وثامر؟ إنك ترقبه وكأنه نظيرك في هذه الدنيا. اسمع حالي بأن أتدخل. بل أنت آخر من يمكنه التدخل في هذا الموضوع. ولماذا يا راشد؟ أتدعي الهبل يا فتى؟ أم تعتبر نفسك أذكى منا جميعا؟ أنت السبب في كل ما حدث. أنا؟ نعم أنت. دعه وما فيه يا ثامر، فأنت مريض. وما دخلك أنت أيضا؟ مشفق عليه ها؟ ولماذا لا أشفق عليه وهو بهذه الحالة من المرض؟ أم تراني بلا قلب؟ لا تتقول عني، فإن لي لسان ومشاعر. أما اللسان فنعم، أما المشاعر فلا أعتقد أن عندك شيء منها. أنت مثله تماما، جاحد غيور، ضعيف النفس. أنا ضعيف النفس؟ نعم ضعيف النفس. كفاكما نزاعا، كفاكما نزاعا. أنت ضعيف النفس وأنت ثامر. ثامر ثامر ثامر، فلنأخذ إلى المستشفى بسرعة. هيا بسرعة. بسم الله. الحمد لله على سلامتك. سلمت من كل شر يا خالد. ترى أين راشد؟ لقد ذهب ليخبر أسرته هاتفيا وسيعود بعد قليل. أتعلم يا ثامر إن راشدا يحمل قلبا طيبا، فلقد أخذ يبكي منذ أن حملناك إلى غرفة الطبيب. الدموع تغسل الخطايا يا خالد. ولكن أرجو أن لا تكون متحاملا عليه. أنا؟ نعم. هذا لن يكون أبدا، لقد ظهر معدنه الطيب عندما أصبت بالإغماء، والحمد لله أنه يتراجع بسرعة من السير في طريق الخطأ. إنه كذلك دائما. هل علمت أسرتي بما حدث لي؟ نعم، وهم في الطريق إليك. لابد وأنهم أصيبوا بالفزع. بل طمأنهم. لقد قال لهم في البداية: أحب أن أطمئنكم بأن كل شيء على ما يرام، وأن ثامر بخير الآن وبصحة جيدة، ثم أخبرهم خبر إغمائك. إذن فقد أحسن التصرف. ولكن أرجو ألا يعود لهذه المغامرات من جديد، فهو دائما متقلب الحال والمزاج. من يحب أخا له فليأخذه على عيبه، فإن أخطأ نصحه، وإن أجاد شجعه. أصبت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا صديقي؟ بخير والحمد لله. أما زلت غاضب مني؟ بالعكس، أنا سعيد بك. كيف؟ هو أنا أخطأت في حقك؟ إنما حدث اليوم علمنا جميعا درسا عظيما من دروس الأخلاق. درسا؟ فما هو الدرس؟ أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. جميل. وأن لا تفرح لما يحدث له من أذى. عظيم. وأن لا تغضب عندما تراه بخير. حسناً حسناً، لقد عرفت العنوان. فما هو؟ ابتعدوا عن الشماتة، فهي تبث الكراهية بين الناس. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. فأما غلطتي اليوم فكانت كبيرة، فلقد فرحت لأذى الناس ولم أكن أدري بأن هذا يحزنهم، وتحديت ثامر في أن أكون أفضل منه في امتحان الكيمياء، وأثرت مشاعره ضدي، ولكنه
كان أفضل مني، قدر الله وما شاء فعل. أدركت خطئي وعدت لصوابي واعتذرت للجميع، وأرجو ألا أعود لمثل هذه الأفعال مرة أخرى، وإلا فسيتجنبني الناس جميعا. كن أملا لحياة أفضل، كن رمزا للجيل المقبل، واضرب بالخلق لنا مثلا حسنا يبقى فينا دوما، وازرعه بأنفسنا وردا ليفوح شذا في المستقبل. صحح أخطاءك، صحح أخطاءك، صحح أخطاءك كي تسلم، صحح أخطاءك كي تسلم.